في نوفمبر كافحنا من أجل استرجاع السيادة والاستقلال. الآن نكافح باش نحافظ على الاستقلال. لما نقول نحافظ على الاستقلال نحافظ على الكلمة تاع الجزائر في المحافل الدولية، في المواقف نتاعها، في المبادئ نتاعها، في الكلمة نتاعها، في كل محافل وطنية أو جهوية. الكلمة نتاع الجزائر دائما تكون، لأن الكلمة الحقيقية، وإحنا دائما مع الحق وضد الباطل. إن التحولات التي يشهدها محيطنا الإقليمي المتسم بالتوتر والطافح بالتهديدات والمخاطر يفرض علينا التحلي بالوعي والعزيمة لتفويت الفرص على المتربصين على أمننا واستقرارنا. والجزائر الوفية لمبادئها لن تتخلى عن التزاماتها ووفائها المحود للأشقاء، ولن تبخل عليهم بالمساعدة والنصيحة والبقاء على مسافة واحدة من الجميع لتوفير الشروط المثلى لرأب الصدع وتوحيد الكلمة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.